مزيان وكل شيء، وبغينا مع النتيجه الاخيره ان شاء الله، مع النتيجه الاخيره ان شاء الله، مع النتيجه الاخيره ان شاء الله. الحمد لله كنشكر السير كراكي، والحمد لله على الفرحه اللي تلقينا من المنتخب. فرحونا الله يفرحهم، والحمد لله على هذا الانجاز اللي قدموه، وعشنا التاريخ معهم الحمد لله. وديما مبروك علينا انتصار الشعب المغربي، وراه كنهديو انتصار محمد السادس الله ينصرو، والشعب المغربي كامل المنتخب المغربي ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي يا ربي نوصل للنهايه. كان هذه الفوز، الفوز لجميع المغاربه وجميع الامه المغربيه العربيه، وكان هذه الفوز خصيصا للاعب عبد الحق النوري، كان نعطيه هذه الهديه لهذا الفوز حق النوري، وشكرا. المقابله كانت صعيبه، ولكن الحمد لله تنشكر والد الركراكي واللعابه، وتنشكر الجمهور، وتنشكر الناس اللي وقفوا معنا شوف الشارع كي داير، شوف الناس كي فرحانين، فرحونا، لعبنا احسن منهم بالطريقه والتكتيك ديالنا اللي لعبنا به. وديما تنشكر المرابط وسايس على اللي تقاتل، حتى هو اللي تقاتل لجميع العناصر، وتنشكروا الحارس ديالنا بونو اللي كان في المستوى، وتنتمنى ان شاء الله يمشي فرقه كبيره لريال مدريد. اول حاجه كنهنا الشعب المغربي وكنهنا الملك ديالنا بهذا الفوز هذا. ثاني حاجه غادي نقول تبارك الله على الركراكي، والبلاء الحسن من الجول حتى لافاسونتر كلهم بدون استثناء داروا مقابله رجوليه، مقابله ان شاء الله غتبقى ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله وما يدخلوش الغرور، واحد الخطوه جد ايجابيه، خطوه تاريخيه اللي كنقسم فمي بالله باكمله غادي ينسى هاد البطوله داروا المنتخب في هاد المونديال هذا. هذه فرحه كبيره مع المنتخب المغربي، نتمنوا من الله من المزيد ان شاء الله. علاش لا ما نوصلوش حتى حنا للفينال ونديو هاد الكويس؟ يا ربي يا ربي امين. وكنشكر هذا الجمهور الرائع مدينه سالا، وش غنقول لك ديك الفرحه يا ربي اللي عالم. كنا كنتبورشو، برافو برافو والد وليداتو، العز العز والنصر. ديما مغرب، ديما مغرب.